والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله حاجة خفيفة كده، هنستلم إن شاء الله القواعد الشريطية المسلحة للريتيمينج بول معمولة قدامنا أهي. كان في شوية ملاحظات إمبارح كده حول الناس تطلع فيها شوية نظافة في القعدة، وكان في خشب برضه في الجناب كده شلناه ورستكنا الحديد زي ما حضراتكم شايفين كده، والكفر بتاعه اللي هو الطوب الاسمنتي اللي تحت ده طبعا المفترض يبقى بسكويت كوبايه كام كوبايه، بس عشان خاطر الحديد هنا تقيل فبنحط طوب اسمنتي وهو متجانس مع الحصانه المسلحه يعني. بعد التصوير الاجناب والتهويات اللي حضراتكم شايفينها بنجهز برضو الاجناب، ناس اول اجناب شويه بيرموا جنب اهو عشان خاطر لما نيجي نصب الخرسانه جنب ما يفتحش، يبقى في بوستات طالعه كده اهوت عشان خاطر دي الارتيننج وول الجزء اللي فوق دوت عشان خاطر تطور حائط ساند. بعد ما نخلص الكلام ده يبدا العزل فيه، وبعد كده بنبني المباني بتاعته بين البوستات ديت، وبعد كده بيبدا الجزء الفوقي وهكذا دوليك يعني. معاكم مهندس شوقي العفيفي، صلى الله على محمد وعلى آل محمد.